طيب هسه الدور اختار. واحد اثنين ثلاثة، انت اخترت واحد قبل شوي، انا اخترت اثنين. بسم الله خير امور اوسط. بسم الله والله العظيم والله العظيم اني بدي اشتري واحدة، اقسم بايات الله مصارينا رجعت وزيادة. حكم الدوري 56 150. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند سيوف ومقطع جديد. طيب مقطعنا اليوم راح يكون مختلف، وصراحة حبينا نغير ونبعد شوي عن الرعب، فقررنا نشوف موقع ونفتح فيه صناديق عشوائية. الصناديق هاي ممكن يطلع لك فيها آيفون، ممكن يطلع لك فيها تلفزيون، ممكن يطلع لك فيها ساعات غالية مثل رولكس وساعات أبل سواتش وأشياء يعني فخمة. في جوائز كثيرة ما راح أحكيها، راح تشوفوها أنتم بالمقطع. فصدقوني مقطع اليوم راح يكون مقطع جدا ممتع، وبما إنه أنا عارف إنه حظي سيء بهاي الشغلات، فقررت إن نجيب معنا ضيف المرة هاي. شرفنا يا أحمد يا حبيبي، راح يكون معنا أحمد صاحب الحظ الجميل. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا. مو أول مرة طلع بقناتي صح؟ لا مو أول مرة، طلع معي أكثر مرة، بس الناس اللي تابعين جديد راح يشوفه أول مرة. إن شاء الله إنه حظه يكون حلو ونلقى الأشياء اللي نياها يا رب. صحيح إذا بدكم زي هيك مقاطع كمان لا تقصروا معنا بزر اللايك، خلينا نوصل. إذا وصل مثلاً 100,000 نجيب جزء ثاني، ما عندي مشكلة. ورابط الموقع راح أترك لكم إياه بالوصف للي يحب يفتح صناديق زي هيك، بس أهم شيء تكون فوق 18 سنة. ها أهم إشي. تمام، وقول بسم الله وخلينا ندخل على المقطع. طيب هي صفحة الموقع الرئيسية، إحنا شاحنين ب 300 جوهرة. طبعا الجوهرة بقيمة اليورو استرليني، والله الجنيه استرليني، كل جوهرة يعني بما يقارب ال 300 جوهرة هاي $500 تقريبا. يعني إذا احتجنا نحول هاي، شايفين مثلا 300 جوهرة $415 بالضبط، فهاي نخليها نحسب عليها. طيب هي الصفحة الرئيسية، وشايفين الجوائز كيف، يعني جوائز قيمة ولسه في تحت. إن شاء الله نحاول نفتح قدر المستطاع، تمام، ويا رب إن يكون حظنا جميل. أحمد يلا روح اختار لك أي إيش نفتح أول شيء. يلا روح قبل سلكشن ولا 15. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 1 2 3. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. 1 ولا 2 ولا 3؟ سريع. 3 ايه تاريخ ميلادك. يلا نقول يا رب وشو كيف نمزعه. بسم الله بسم الله. شو ايش هذا؟ ايفون؟ لا كفر، خف عقلي اقسم بالله خف عقلي. ما راح نحتاج الكفر صح؟ شوف لو اخترنا واحد راح يطلع لنا ابل ووتش، ولو اخترنا اثنين راح يطلع لنا الايفون. لا 6 كفر، بس كان طلع لنا ابل ووتش يا حرام. ما بدنا اياها، اذا ما بدنا اياها نقدر نبيعها، هذا الحلو بالموضوع يعني ما تطلع خسران. 4 جواهر بما يقارب $10 فنبيعها احنا ونجرب نفتحه. بس واحد ثاني يلا واحد ثاني. اختار اثنين بس شهر ميلادك. اثنين؟ صح اثنين شهر ميلادي. قول بسم الله. يلا يلا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ابل واحد اقسم بالله ابل ووتش. إيه؟ اقسم بالله ابل ووتش. والله العظيم والله العظيم اني بدي اشتري واحده، اقسم بايات الله. اذا حي راح نخليها بالاوردر، راح اطلبها. اقدر ابيعها لين، اقدر ابيعها ب 127، يعني اقدر ابيعها الان ب $450. لا 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 هي راح اطلبها اخر شيء، خليها اوردر. طيب هاي اول جائزه صارت عندنا بالاوردر، نخليها نطلبها اخر شيء نطلبها مع بعض، خلينا نشوف الجوائز نربحها. اقسم بالله انصدمت. بعنا الكاميرا ما بدنا اياها، خلينا نروح نشوف هسه ايش، نشوف شيء ثاني. طيب هسه خلينا نروح وين؟ نروح على سامسونج نجرب سامسونج، تمام؟ نفس الشيء، انت تطلب لك واحدة وانا اطلب لي. يلا. يلا واحد اثنين ثلاث. هات واحد. واحد. جربنا اثنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كفر؟ جلاكسي. سكرين. لا تايت شاشة. كفر. لو اثنين جلاكسي استن. الحديد. تخيل؟ ولو ثلاثة جالكسي بود كيس. كيس كفر كفر. لا منو ده، بس لو اثنين جالكسي حق 568 جوهرة. الله يعطيك. او ماي جاد او ماي. بلاي اجين وانا اختار. بس انا بيعها بيعها. هي ما بعتها. شو صار؟ ما اعرف. طيب هسه الدور اختار. واحد اثنين ثلاثة، انت اخترت واحد قبل شوي، انا اخترت اثنين. بسم الله خير امور اوسطها. بسم الله 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 بسم الله. جالكسي كفر كفر كمان. ما عندي كفر. كان في ايه؟ اوه حقه 16 جوهرة. بعته 10 جوهر وقد ايه؟ طيب خلصنا اول اثنين صراحة، يعني جالكسي ما ربحنا فيه، بس ابل لا والله طلعنا ربحانين. هذا خليه شوية ولا نفتح هسه؟ خليه على خير. يلا ماشي ماشي ماشي، خلينا نروح في شغلة راندوم حيرتني، فهمتوا؟ ولقيت اوه ماي جاد في تحت ستريمر تربح لك كرت شاشة جاتو اشياء ستريم. والله مشدك فيهم تبيع. لا 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 انا عندي صغير جاتو. جيب واحدة كبيرة. قول بسم الله بسم الله. بعدين الكمبيوتر اللي ورا نجدد نحدث. قول بسم الله بسم الله بسم الله. انت تفتح اول شيء؟ خلنا نفتح بيدي. روح ايدي مباركة. والله انا اللي طلع حظي كويس مو انت حبيبي. بسم الله
بسم الله بسم الله. والله رجعته والله رجعته اخصم رجعته كنت برجكم ما تبين. شوف شوفوا انا اللي عندي قاعد صغير عشان هيك قلت له لو تربح لي قاعد كبيرة اقسم بالله لو كم حقها 119 مجوهرة يعني بما يقارب 200 دولار هاي اوردر مباشرة هاي اطلبها اخر شيء استنى 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 اكوز اكس شوف اللي كانت راح تطلع هاي لا لا هاي هاي جات ستريم ديك الثنتين الثنتين جاتو مستحيل يغلى 160 فيك والله ما ادري اذا هاي اكبر ما اعرف بس اقسم بالله الحظ تمام هاي نفس الشيء نفس الشكل نفسه نفسه بس هاي حطيناها اوردر يا اخوان احنا طلعنا اصرف على الانترنت قد ايه يعني الابل ووتش قد ايه حقه 500 انا سعرته 500 دينار 400 دينار يعني ما يقارب 650 دولار وهاي كمان قد ايه لقاته حقها على امازون 150 دولار كمان يعني هذا من اول صندوقين تقريبا صرنا ربحانين 800 دولار تقريبا ماي جاد بس اربعة لسه ضايل معنا قد ايه ضايل معنا 245 جوهره طيب بدنا ننزل على شيء ساخن حامي السم استنى الواتش باي الواتش مغلاه بس فين ساعات تعرفين ساعات رولكس حق 29000 دولار ستيك بس ما بين ريال شو ممكن يطلع لك لا لا خليه خليه اسمع اذا ربحنا شيء هسه قوي نبيعه ونطلع الساعات والله العظيم ايفون اس اللي تحت ايفون إيه؟ شوف انا متحمس صراحه شوف انا متحمس غير ستريمر متحمس بي سي بي سي بي سي اه تطلع لك كرت شاشه 30 80 30 90 هذا لحاله حقه 1500 دولار بسم الله انا فتحت على جاتو تجرب يلا بسم الله بسم الله بسم الله كرت شاشه دوبه تفتح شو بدك كرت شاشه كرت شاشه كرت شاشه يا رب 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 بسم الله ريقني ما بختار الا هذا اثنين يا اخي والله اثنين ان وجهه خير انا قلت اختار ثلاثه من الجاتو اختار واحد حرام مسكين لا صدقني واحد لا واحد اثنين لان اقبل باي لو يطلع واحد بي شيء وانا بين عندك شو بسم الله بسم الله كيس طيب 49 ربحانين احنا 15 جوهره بيع بيع ارجع افتح واحنا ثانيه ثانيه افتح اه صح احنا رجعنا انت 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 والله زين بالله عليك بسم الله بسم الله وين رحت؟ انزل 10 سنوات الله يطرد زين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب كرت شاشه يا رب يا رب يا رب كرت شاشه والله 30 80 انا قبال والله بسم الله بسم الله يا رب بسم الله بسم الله والله حلو اس اس دي اس اس دي اس اس دي اس اس دي 500 دقيقة 500 دقيقة رد كده حقه هذاك معلي اه شفتهم يو 28 اسمع خلينا نبيعه شو هذا اللي حقه 1000 طيييي سامسونج شاشة سامسونج 49 انش هاي اللي تجي كير واحد كانت كير والله العظيم كنت افتح واحد طيب اسمع خلينا نبيعه عشان نحوش للساعات انت لد الصدمة شوف مصارينا رجعت وزيادة 36 رجع وزيادة يعني انت طالع لك ساعة انا طالع اموري تمام والجاتو معي روح على ايفون روح على دوري انا ضليت معلق على اثنين بس المرة هاي شو بدي اختار واحد ثلاث بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب ابل وات وات ثاني حق الثانية يا الله 343 حقها طب استنى 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 والله لا 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 استنى استنى مين اخر مين احسن هي هاي 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 خصيصي من نايك هاي ماشي نايك ايش انا ما خلي نايك ولا القديمه حطها تقدر تحطها اوردر وبعدين تبيع مثلا نبيع واحده لا هي اوديها اوردر دغري طيب بعد تشاورات عديده يا اخوان قررنا ان نبيع النايك ونخلي سيريس 6 ونقول بسم الله ونبيع ب 343 صار معنا ب 629 كان معنا 300 متصورين الموضوع تجاره لا هاي هاي تكون سوى اغلى ما خلى عليه انجر الله صح لو واحد من المتابعين هسه كرك الله باعوا النايك وخلوا السكس المشكلة احنا هاي مو عارفين شنوها فهمتوا مو عارفين 1 2 3 نايك اديشن 5 اه مو عارفين الاديشن فاحنا هاي خلينا على المضمون خلينا على نعرفه بالضبط خلينا على نعرفه نرجع لوين نروح الدور وين روح اخذ 300 روح السعد روح على الرولكس سعد دور يا سعد استنى في هيتس هيت في هذول مودنا يا كونسل اكسسوار مودنا يا خلينا نشوف ايش قبل الساعه فوتوغرافي استنى 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 وش خرب الساعات شو السبورت اسمع اسمع استنى في ساعات وفي في فوتوغرافي والله فوتوغرافي 50 خلينا نفتح ذيك تطلع لي كاميرا عندها كاميرتك لا كاميرا ثانيه كاميرا فخمه ثانيه شغل سفر طب اول شيء خلينا نفتح فوق نرجع ساعات بسم الله روح انت بدك تفتح انت ما طلع لك انا طلع لي الساعتين انت طلع لك الجاتو 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 في كمان شغله كرت شاشه اتوقع وش زي لا اس اس دي اشياء قويه ما طلع لك اس اس دي 300 احمد اقدر 10000 الرولكس اه الله روح روح اوردر روح روح هاي اذا طلعت اخذها
هاي ستاتية والله ستاتيه والله حلوه والله ستاتية قول بسم الله ارجع افتح بسم الله بسم الله بسم الله خير امر انا فتحت ثلاثة اخر شيء روح والله العظيم انها تخوف هاي هسه راح تروح تعبنا اذا هاي يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله ايش هاي كورتيز حقه والله 212 يعني مش بطالة واحد ماي جاد فتحنا واحد كثير هاي بس تستاهل ممتاز انت 212 والله خسرنا يا احمد احمد والله خسر خسرت 80 جو 88 جو بديدك لو سمحت انا جايبك حظ انا حظك نحس ارجع افتح واحده لا لا واحدة انا دوري انه انا ما خليت ولا لا خل نروح نرجع نفتح فوتوغرافي ونرجع لها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوتوغرافي بصراحة انا اللي عجبني الدرون والطبيب A7 عدسات بوي درون 1500 حق درون غالي طيب نقول بسم الله لو طلع لك درون نجيبه ما نجيبه احنا لانه ممنوع دوليا حبيبي والله للاسف راح انجرب او اني اروح اسافر واستلمه برا والله العظيم والله بس لا عندي درون لا ابيع بسم الله 1 2 3 يا رب اي 7 يا رب سوني يا رب 1 2 3 والله غير خير امور اوسطها خير امور اوسطها شكله حلو كوفرو لا ايد كوفرو اصلا الباكج كان الباكج 50 بيع احمد روح انت جرب دكتور بس در واحده يا رب بسم الله بسم الله بسم الله والله نسبه كان اول الاي 7 3 هاي ما طلب جاي بسم الله والله ما ظنيت والله ما ظنيت هاي درون درون هاي كانت راح تطلع لنا هاي ثلاث كانت ثلاث كانت ثلاث ولا اثنين لا انا فتحت ثلاث هاي اثنين وجهك نحس يا الله ارجع بس حتى هاي اغلى من اللي قبل شوي ترى اغلى بتاعتي طيب نرجع هسه وين على الغالي اقسم احنا ربحنا بالايفون ايفون هاي شو ربحنا بها ساعه صح شو رايك نرجع ايفون احسن من الساعه صح انت مين فتح ساقه شوي لا كذاب انت الساعه رولكس بقول لك انت ساعه رولكس انت انا افتحها افتح سنت رولكس انا طالع بسم الله نفتح اخر صندوقين ونجرب فيه لانه مقطع طول اصلا 20 دقيقه والله مندمجين معها نفتح الووتش بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب رولكس وابيها انا ثلاثه وجهها خير عليا بسم الله 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 ايش 142 حقها بيحه شو تعرف لو بعناها خسرنا طب ماشي خلاص نبيحها خلاص ساعات والله خساره بس يعني لا صراحه مغامره نرجع عابد انت افتح عابد انا ابي اطلع لي ساعه بك اطلع لك ساعه نوصيه ثنتين ليش ما وصلنا ثنتين احنا شو بدك النايك صح ثاني ما عارفين ايش عنها باي اي ماكس 27 انش 512 تعرف لازم شو لازم صليت ركعتين استخاره قبل جينا فتحنا هذول يعني اقل شيء سطوه مقطع انت ارجع فوق خلاص ارجع فوق ارجع فوق يا رب فتحت انت ثلاث يا رب ثلاث انا فتحتها انا اقول انا واحد انا اقول اثنين لا خلصت باك تعرف ليش بدي اشوف اثنين انا بنجلط والله لا انجلط اقسم بالله بنجلط انا فكرت تطلع تخيل اثنين ايفون اكس ار بس طب شو الفرق حقه 543 طب استنى شو الفرق بين هذا وهذا نفس الشيء اكس ار ما اعرف ممكن كان معه شيء هذا شاحن شيء فست ايفون اكس ار والله لا بيعوا ليش شو بدك فيه وصيه شو بدك فيه احمد لا والله وصيه استنى لا بالله عليك 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 المقطع خلص خلاص بالله عليك بالله عليك والله العظيم بالله عليك بالله عليك خلنا وصيه زي ما اعطي هدية لامي قلت يا امي جبت لك هدية بالتعب اوردر اغلى من الساعة 540 اغلى من الساعة يا اخوان احنا طلعنا ربح ليتكم ظل معنا 277 ما صرفنا شيء ولا خسرنا شيء حرفيا فهمتوا علي؟ او ماي جاد اسمع دور لي عيشي غالي والله لا دور عيشي غالي بلنسيجا شوف ايش اغلى منه على قد مصارينا اسمع خلينا نفتح شوف بلنسيجا يجي ثاني اغلى شيء واللي هو اتوقع ملابس ويعني ماركه عالميه معروفه من الملابس فهمتوا ف
فغالية. خلينا نجرب اندرويد ما جربناه ولا مرة صح؟ نجرب اندرويد ونقول بسم الله. اي راندوم ما جربناه كمان. نقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واو جميل. كفر 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 اقسم بالله خف عقلي بي. ودي شو شو صار صار؟ كان راح يطلع لك اوبا اوبا. افتح يا احمد احمد افتح. اعطيها واحدة ثانية نفسه. بسم الله. فتحت واحد. بغته. لا. يا رب. شو هذا؟ يا تلفون والله. اقرب من جوا. جي لا جيب ايش تسوي؟ تبيع ولا تخليه؟ والله ما اعرف. بس ما اعرف ما اعرف. احنا ما عندنا 5G مشكلة بالاردن. والله انا اقول نبيع. اقول بي. بتقولي صار معنا مصارف كل شيء ربحناه لتقولي معنا 667 او ماي جاد او ماي جاد. المشكله المقطع طول. اسمع شو رايك نسوي جزء ثاني؟ اسمع عشان ما اطول المقطع عليكم راح نفتح اخر صندوق بلنسيجا تمام. واذا وصل المقطع 100,000 لايك واوعدكم لجزء ثاني مباشره لانه هي شايفين مصاري جاهزه مصاري جاهزه بس يعني نرجع نصور بس ولا خسرنا شيء يعني. اسمع انت حتى لو تفتح بلنسيجا والله خسران شيء اكثر من اللي شحن. فهمت علي؟ روح بلنسيجا 150 تقريبا. انت افتح انت اللي ربحت الاكس بار. انت اللي ربحت التليفونين. والله انت اللي ربحت التليفونين اكس ار والال جي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واضح ملابس المشكله ملابس احنا والله احمد ما نعرف. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بس احمد استنى انا فتحت واحد انت فتحت واحد اخر اثنين. انت باغت قول شويه. شو اخر شيء ايش رايك؟ لا بلنسيجا والله غالي 550. روح اللي بدك اياه ما له دخل. انت والله ربحت تليفونين اقسم بالله حظك نار. احنا بسم الله بسم الله بسم الله. وقفت واحد قلت له يا رب ما توقف حفايه حكم انت اللي تستخدم 150 اسمع احنا 150 شكرا على البيع بيع. اسمع قد ايش صار معك انت انا 700 صار معنا 300 احنا صح. اسمع راح اترك لكم رابط الموقع تحت للي يحب يجرب عظمات انا مالي دخل. انا بالنسبه لي جايب شخص حظه حلو الحمد لله امور تمام سالكه. فنجرب لي اجين ولا خلاص خلاص ارجع ارجع نجرب اخر واحده راندوم وخلاص اخر واحده. والله شكله فاشل ما في شيء. كنا راح نربع جوبرو 7 بس عادي عادي عندي واحدة. طيب اتوقع فيك خلص كيف لان المقطع كثير صار طويل. شوف قد ايه وصلنا 761 يعني احنا ضعف. شوف شوف هاي الايتم الايتم معنا الاكس ار ومعنا الابل سيريس 6 يعني احنا طالعين ربحانين امورنا تمام. هسه بعمل اوردر. لا في شغله عملت لها اوردر القادو عملت لها اوردر كمان فانا طالع ربحان ومبسوط الحمد لله. فزي ما قلت لكم اول ما يصل المقطع هذا 100,000 لايك ينزل لكم جزء جديد مباشره. وشكرا لك سيد احمد شرفتنا بالقناه. اذا بدكم نعمل مقاطع اكثر مع احمد كمان اكتبوا لي بالكومنتات ولا تنسوا تضيفوني هي حساب الانستغرام شرفوني هناك. احط لك حسابه انستغرام احمد كمان شرفونا ونشوفكم على خير باذن الله الخميس بمقطع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله حظك حلو يا صندوق.